الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. المراد بالقيام هنا صلاة الليل في رمضان الموعود عليها بالغفران، وتسمى الصلاة قياما، وقد تسمى أيضا ركوعا بالركوع، وقد تسمى بالسجود. فقد يقال صلى سجدتين أو صلى ركعتين، وتسمى ببعض أركانها إذن. وقد قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وقال: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، والمقصود هو الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود للصحابي، فسمى الصلاة سجودا. وهذا من باب تسمية الكل بالجزء، أو من تسمية الشيء ببعض أجزائه. وقيام رمضان هو من قيام الليل، فليست العبادة في ليالي رمضان جديدة، أو أنها تختلف من جهة الأصل عن قيام الليل المعتاد. هي قيام ليل، وتسمى تراويح لسبب، ولكن في الجملة قيام رمضان عبادة مشروعة في الأصل من جهة كونه قياما. وكل أحاديث وفضل قيام الليل في أيام العام، قيام الليل عموما، تنطبق على رمضان، لكن شرف قيام الليل في رمضان نظرا للزمان الفاضل يزيد. وهذا كلام مهم بالنسبة لكثير من الناس الذين يظنون أن قيام رمضان عبادة أخرى تختلف عن قيام الليل، وهي لكن فيها مزيد تطويل، وفيها مزيد أجر لشرف الزمان. فإذا قول الله تعالى مثلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا ينطبق على قيام رمضان كما ينطبق على قيام بقية ليالي السنة. وقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كذلك ينطبق على قيام ليالي رمضان. وحديث مثلا: صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ينطبق على قيام رمضان. وهكذا أحاديث فضل الثلث الأخير من الليل والصلاة فيه. وقيام الليل عموما له فوائد، فمن ذلك أنه تشبه بالأنبياء والصالحين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وأيضا ورد في رواية: ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. ففيه فوائد صحية، لكن لم يبتدئ بها، وإنما بدأ بالفوائد الأخروية، وذلك لبيان أن الفوائد الأخروية أهم من الفوائد الدنيوية، وتقدم عليها في الذكر، ولا مقارنة بين هذه وهذه. ولكن الله عز وجل من رحمته جعل للعبادات فوائد دنيوية تحصل لمن قام بها من باب تعجيل المكافأة له في الدنيا، وأن يكون لعمله أيضا منفعة تعود عليه الدنيا. ولكن هذا الأمر ليس هو محط الأنظار، وهو القصد الأساس، وهو المقدم، وإنما يحصل تبعا من رحمة الله أنه جعل للعبادات فوائد دنيوية، لكنها تحصل تبعا، وليس أن يقصدها الإنسان أول ما يقصدها، كما قلنا في الصيام بالضبط. ولما قال المؤلف قيام رمضان قصد صلاة التراويح،
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية الليلة التي بعدها فاجتمع الناس أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الليل جماعة، قام جماعة في رمضان، قام جماعة، لكن ليس من أول الشهر، ولما قامها لم يداوم عليها، وإنما ترك مثلا تلك الليلة حتى جعل الناس ينادون، فقال أما إنه لم يخف علي أمركم، لم يخف علي أنكم مجتمعون في المسجد وأنكم تنتظرون كما انتظرتم في الليالي السابقة، لذا لماذا لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ولكني خشيت أن تكتب عليكم. زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. والزهري جزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرابعة. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، يعني جماعة، حتى بقي سبع فقام بنا، يعني ليلة 23، حتى بقي سبع ليلة 23. طبعا هذا باعتبار الشهر زائد باعتبار الشهر 30 أو 29 تختلف. قال هنا حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كان الخامسة بقي خمس ليالي من الشهر قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني لو أكملت كل الليل، نحن مستمتعين بقيام الليل، فلو أكملتها إلى آخر الليلة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة، حسب كأنه قام كل الليل، فهذا إذن من فضل قيام الليل جماعة مع الإمام في رمضان، خاص برمضان، أن من صلى مع الإمام ساعة ساعة ونصف حتى انتهت صلاة الإمام كأنه صلى الليلة كلها إلى الفجر، كأنه في الأجر والثواب قد أكمل الليلة كلها صلاة إلى الفجر. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسبت له قيام ليلة. فلما كان الليلة الثالثة جمع أهله والناس فقام بنا، هذه ليلة 27، حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال الراوي قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لهم قيام الليل جماعة، شرع لهم قيام الليل جماعة طبعا بأمر من الله، وصلى بهم جماعة، لكن ما بدأ هذا من أول رمضان ولا استمر إلى آخر رمضان، صلى بهم ليالي معينة ثم ترك. وكانت بعض الليالي التي صلاها بهم أطول من بعض. إذن لا يشترط أن صلاة التراويح في رمضان تكون كلها في الطول واحدة، فالإمام مثلا يمكن يصلي مثلا ليلة 23 ساعة، ليلة 25 ساعة ونصف، ليلة 27 ساعتين. يعني هذه المسألة إذن ليست في الطول سواء، لا يشترط أن تكون في الطول سواء، بل ربما في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر يكون القيام أكثر وأطول. فإذا قيامه جماعة مشروع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قامه كله لأن خشية أن يفرض عليه. تفاوت قيامه عليه الصلاة والسلام في الطول. الحديث فيه فضل السحور لأن الصحابة كانوا يسمونه فلاحا، فلاح الفلاح طبعا من الألفاظ الدينية، فلاح
وذاك طعام دنيوي، لكن لما يشتمل عليه من الفوائد الدينية سموه فلاحا، فكانوا يسمون السحور فلاحا، فلاح. وتقدم أن فيه إعانة على الصيام، إعانة على قيام صلاة الفجر، إعانة على استغفار الأسحار، بركة، مخالفة المشركين، فصل ما بين صيام من صيام أهل الكتاب أكل في السحر. قال ابن عبد البر تعليقا على الحديث المتقدم: وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحظه عليه وعمله به، وأن عمر رضي الله عنه إنما أحيا منه ما قد سن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مدخل لأحد يريد أن يطعن في قضية البدعة والسنة محتجا بفعل عمر، فيقول أي استحسان يراه الواحد في أمور الدين يفعله، لأن عمر ابتدع لهم القيام في جماعة في رمضان ومشوا عليه. فنقول بل إن عمر أحيا شيئا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخترع شيئا جديدا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مشتغلا بحرب المرتدين، وفترة خلافته قصيرة والحروب متوالية حتى استتب الأمر، ثم أيضا عمر الخطاب في الفتوحات في أول أمره، لكن بعد ذلك جمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام، وجعل للرجال إماما وللنساء إماما، لأن النساء لسنا في القوة مثل الرجال، ويناسب أن يكون للرجال إمام وللنساء إمام، وإذا صلى الجميع وراء إمام واحد فلا بأس، لكن لو فعل الناس ذلك فلهم سلف وقدوة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وربما أطاق الرجال السهر ولم يطق النساء، وكان النساء أطفال وبيوت وأزواج يرجعون إلى البيوت، والرجال يحتاجون إلى تهيئة طعام، فكان جعل إمام للنساء له مراعاة، فيه مراعاة لحال النساء. الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة. فلو واحد قال عندنا مثلا مصلى مكان في البيت في أي، هل ممكن أن نصلي في جماعة في رمضان؟ نقول نعم. لو قال لكن ما هو الأفضل، أن نصليها في المسجد جماعة أو نصليها في أي مكان آخر غير المسجد، مكتب، بيت، صالة؟ أقول الأفضل أن يصليها في المسجد جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وحتى امتلأ المسجد وغص بأهله. ولكن لو فعلوها في أي مكان آخر في البر صلوا جماعة قيام رمضان لا بأس بذلك. فإذا صلاة التراويح في رمضان من شعائر الظاهرة، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين كالأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الحديث السابق لم يبين عدد ركعات، التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي، وقال أنه صلى بهم ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 طول جدا، لكن ما ذكر عدد ركعات. فقالت عائشة رضي الله عنها: تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل عموما، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة،
فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل. هذا قول العراقي رحمه الله مستدلا بالحديث على أن قيام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان 11 ركعة. لكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم 20 ركعة غير الوتر 3 ركعات، فأخذ الأئمة الجمهور يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد بهذا 23، فهو قول جمهور أهل العلم. وحيث أن المسألة هذه قد يحصل فيها بين بعض طلبة العلم نزاع مع العامة، فيكون هناك شدة في الأمر ويكون هناك مخاصمة، فينبغي أن يعلم أن أي عدد صلي في قيام رمضان جائز، أي عدد من ناحية الجواز جائز. صلي، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. إذن لو صلوا أي عدد جائز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن نفس قيام رمضان، مو قيام الليل عموما، لا قيام رمضان نفسه، لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، ما وقت عدد معين، بل كان هو لا يزيد على 13 ركعة لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب يصلي بهم 20 ركعة ثم يوترون بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، يعني لكن لو كان صلى 11 كان صلى في الركعة الواحدة مثلا 100 آية مثلا، ومن صلي 23 يصلي في الركعة الواحدة 50 آية مثلا، فيخفف بالقراءة بحسب ما يزيد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. فحينئذ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فله أن يصلي 20 ركعة كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصليها 11 ركعة. فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره، عدد ركعات يتناسب مع طول الصلاة، طول القيام مع كثرة القراءة، كثرة الركعات تتناسب مع عدد الآيات المقروءة. طبعا إذا أطال القيام أطال ركوع السجود، قصر القيام قصر ركوع السجود، حتى ركوع السجود في تناسب بينه وبين القراءة، وفي تناسب بين عدد الآيات وأيضا القراءة، ويتبع القراءة الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين. قال شيخ الإسلام الآن ما دام 11 جائز و23 جائز و36 جائز، وعموما قيام رمضان مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة في القيام عموما، فما هو الأفضل من جهة العدد؟ إذا نظرت باعتبار فعل النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، قد يختلف الأمر عندما تنظر من اعتبار مراعاة حال الناس. فمن جهة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، حديث عائشة واضح، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره
على 11 ركعة. واضح؟ قولوا هذا قيامه في عمره، يعني على الأقل الفترة التي حضرتها عائشة، ما زال في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهذا شامل كل السنة بما فيها رمضان، فهو نص عام في رمضان وفي غير رمضان. وإن كان في الوقت الذي الرواية التي جاء فيها أنه صلى بهم ما ذكر عدد ركعات في تلك الروايات بالذات، رواية أنه صلى بهم، لكن في السنة عموما ما زاد عن 11 ركعة، وعلى حديث ابن عباس 13 ركعة. فيقول شيخ الإسلام: والأفضل أن يكون بحسب اختلاف حال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات و3 بعدها فهو أفضل، هذا لأنه ورد في السنة العدد هذا، وإن كانوا لا يحتملونه يعني التطويل على عدد ركعات قليلة لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين يعني 23، ولا يكره شيء من ذلك. لا يهمنا العبارة هذه الأخيرة، ولا يكره، ولا يكره شيء من ذلك. طبعا فرق بين الأفضل وبين لا يكره، ولما يقول ولا يكره شيء من ذلك يعني لا يجوز أن تكون هذه القضية مثار خصام ونكد ومحاربة ومدابرة ومصارمة بين المسلمين. فأحيانا من قلة الفقه الموجود عند بعض الناس يصطدمون ببعض ويتخاصمون ويتقاطعون ويتدابرون من أجل هذه المسألة، من أجل العدد. هذا ترى من قلة الفقه، لو وسعوا النظر والمدارك والأفهام لا كانت المسألة أرحب ولاختلفت طبيعة النقاشات. وكون الواحد يترجح لديه أو يريد أن يصلي 11 ركعة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخاصم لأجل ذلك، وكون واحد آخر يريد أن يزيد في العدد لا يخاصم من أجل ذلك، لكن المسألة مباحثة، يعني ينبغي أن تكون مسائل العلم مباحثة مناصحة حتى يتبين وجه الصواب، يتبين الأرجح في المسألة، تبين السنة في المسألة وهكذا. إذن قضية العدد يجب أن لا تكون قضية العدد يجب أن لا تكون هي المسألة التي يحارب من المسألة التي يحارب من أجلها ويفاصل من أجلها في رمضان ويهجر لأمة من أجلها، ويصير هناك نكد بين بعض المصلين ولئن من أجلها. فمراعاة أحوال الناس التي أشار لها شيخ الإسلام مسألة مهمة، ولا ينكر أيضا على من صلى بعض رمضان 11 وفي الليالي الأخيرة أراد أن يطول وعرف أن الناس لا يطيقون فزاد الركعة، لا ينكر عليه أيضا، لكن ينبغي على الإمام أن لا يفعل فعلا يوهم الناس فيه أن هذه سنة وليست بسنة. فلذلك لو جاء وصلى مثلا في 20 في 20 صلى بهم 11 في 10 الأواخر صلى 23 أو صلى 27 أو صلى 36 باستمرار، قد يتوهم بعض الناس العامة أن هذه هي السنة، 11 في الأول 36 في الأخير أو 37 أو 4
39، فينبغي أن يبين لهم، يقول: يا أيها الناس، إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام 11، وأنا أزيد بكم لأن نريد أن نطول وأخشى عليكم من السآمة إذا طولت الصلاة بنفس عدد ركعات، أخشى عليكم السآمة إذا طولت، أريد أن أطول، لكن أعطيكم، نعطي أنفسنا راحة بعد كل أربع ركعات، بعد كل ركعتين، بعد كل أربع، فلذلك أنا أزيد الركعات لأجل هذا. يبين لهم حتى حتى لا يظن بعضهم أن هذه السنة في 20 عدد معين وفي 10 الأواخر عدد معين، يظنون أن هذه السنة. العامة يستنبطون أو يفهمون من الأحوال، يفهمون هذا بالتأكيد هذا هو الحق ونحو ذلك، نظرا لقلة علمهم. لكن لو واحد سأل سؤالا فقال: ما هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في عدد ركعات؟ فنقول 11 ركعة أو 13 ركعة. هل يجوز الزيادة؟ الجواب: نعم، تجوز الزيادة. ما هو الأفضل؟ ابن تيمية رحمه الله قال: مراعاة حال الناس، إذا أطاقوا هذه القراءة بإحدى عشرة فهذا خير عظيم، لأنه جمع بين السنة وبين إطاقة الناس. إذا ما أطاقوا هذا الطول بإحدى عشرة جازت الزيادة. وكلام شيخ الإسلام ممكن يشعر أنه في حال إذا كان الناس يملون من عدد الركعات القليل، أن الأفضل أن يطول، أن يكثر الركعات لأجل أن لا يمل. لكن الخلاصة التي أقولها الآن في هذا الموضوع: إذا أطاق الناس القيام بإحدى عشر وراء الإمام فهو الأفضل، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب، ما هو فضل هذه الصلاة قيام الليل في رمضان؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من اسم شرط جازم، قام فعل الشرط، غفر جواب الشرط. من قام بالطاعة في ليالي رمضان غفر له، ممكن يقول يغفر له، لكن أتى باللفظ بالفعل الماضي لبيان الجزم، لأن هذا يحصل له فعلا. ما هو الشرط لحصول المغفرة؟ شرطان: إيمانا واحتسابا، مؤمنا بالله ومصدقا بوعده وبالأجر الذي يحصل لمن قام. ثانيا: احتسابا، أي للثواب من عند الله سبحانه وتعالى. إيمانا مفعول لأجله أو تمييز، واحتسابا كذلك. والمغفرة ستر الذنوب والعفو عنها. ما هو المقصود بقيام رمضان؟ إحياء ليالي رمضان بالصلاة والعبادة. هل هذا الأجر، المغفرة هذه، تشمل الكبائر أو هي خاصة بالصغائر؟ تقدم الكلام أن تكفير السيئات في مثل هذه النصوص مخصوص بعدم وجود الكبائر،
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فإذا إذا ورد مثل هذا الجزاء على مثل هذا العمل فإن المقصود تكفير الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة. إذن ما هي الأشياء التي تكفر؟ من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، الصلوات الخمس كفارة، الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، ومن قام رمضان غفر له، ومن صام رمضان غفر له. غفر له إيش؟ النصوص هذه التي فيها غفر له، غفر له الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، هذا من جهة، والأشياء المتعلقة بحقوق العباد لا بد فيها من إعادة حقوق العباد إليهم حتى لو كانت صغائر، حتى لو كانت صغائر. إذن المقصود بالتكفير والغفر في هذه في مثل هذه النصوص الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، هذا هو الراجح، لأن النص فيه عموم، غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل صغائر كبائر متعلقة بحقوق الله بحقوق الآدميين، فلماذا هذا التخصيص بالنصوص الأخرى؟ لأجل النصوص الأخرى. إذن ما هي الذنوب التي تكفر؟ ما هي الذنوب التي تغفر؟ الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، بقية الأشياء تحتاج إلى معالجة خاصة، توبة خاصة للكبائر، مرجع حقوق المخلوقين في الذنوب المتعلقة بالمخلوقين وهكذا. طيب إذا ما في صغائر، واحد مثلا عنده حسنات كثيرة من هذا النمط، يعني رمضان إلى رمضان، جمعة إلى الجمعة، الحج إلى الحج، العمرة إلى العمرة، وقيام وصيام، عنده من هذا النمط كثير، فكفرت صغائره بسبب هذا. يقول أنه يرجى أن تخفف الكبائر، تخفف، يرجى أن ما تبقى من مفعول هذه العبادات وأثرها يكون له أيضا أثر في تخفيف الكبائر. لكن هذا الكلام معناه دافع لنا أو لأي مسلم بأن يتوب من كبائره توبة خاصة، لأنه يخشى، يعني إذا كان فعل هذا وكان له أثر في تكفير الصغائر، طيب الكبائر ما حالها؟ فتحتاج إذن إلى علاج خاص. وهذا الحديث يبين أيضا أهمية الاحتساب في العمل ورجاء الثواب من الله وحسن الظن به، يعني هذا التطبيق الحديث قائم على باب مهم من أبواب العقيدة، وهو إحسان الظن بالله، أنه وعد ولا يخلف الميعاد، وأنه يرجى ثوابه ويرجى منه أن يكفر السيئات ويتجاوز عنها. فكلما حسن ظن العبد بالرب كان الفعل والمقابلة من الرب أعظم. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحديث يبين أن قيام رمضان، قيام الليل في رمضان بالذات، له أجر خاص وميزة خاصة وفضل خاص على قيام الليل في بقية ليالي السنة. الحديث يبين أن صلاة التراويح في جماعة سنة، وأن فعلها في المسجد سنة، وقد كانوا يفعلونها أوزاعا متفرقين، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم توفي، فاستمروا يصلون متفرقين حتى جمعهم عمر رضي الله عنه. الحديث يدل على أن قيام الليل في رمضان بالذات تشرع له الجماعة،
معنى ذلك في غير رمضان لا تشرع له الجماعة. يعني لو قال واحد في غير رمضان ممكن نصلي جماعة، نتفق نقول يوقظ بعضنا بعضا، نريد أن نقوم الليل جماعة، نقول هذا عمل غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلونه اتفاق على القيام في غير رمضان، وإنما حصل ذلك بدون اتفاق، يعني بدون توافق مسبق، بدون تخطيط مسبق لهذا. قام عليه الصلاة والسلام يصلي، انضم إليه ابن عباس، مرة قام بجانب حذيفة، مرة قام بجانب ابن مسعود. إذن ممكن يحصل هذا دون اتفاق مسبق ودون توافق. فلو واحد قال إذا نخطط القيام جماعة ونجعل في جدول، عندنا جدول نقول قيام ليل جماعي، يعني كلنا وراء إمام واحد، نقول هذه الفقرة في الجدول هذه غير مشروعة، بل ممكن تكون بدعة، لأنك أضفت هيئة معينة على العبادة لم يرد الشرع بها، هيئة معينة على العبادة لم يرد الشرع بها، فممكن تحول العمل إلى بدعة إذا قمت بهيئة معينة غير شرعية، أو عدد غير شرعي، أو خصصته بمكان غير شرعي، أو زمان غير مشروع، أو عدد غير مشروع، أو هيئة غير مشروعة. فأنت الآن لما قلت قيام ليل جماعي في غير رمضان، معناها أنك جمعت الناس على هيئة لم ترد في الشرع في غير رمضان، مع وجود يعني الظروف واحدة، يعني ألم يكن بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يجمع الناس في غير رمضان؟ ألم يكن الصحابة بإمكانهم الاجتماع على قيام الليل في غير رمضان؟ ألاحظ أنه مهما أتى الواحد بفوائد واستحسانات وأسباب يرد عليه من نفس الباب. يعني لو واحد قال لو تركنا المسألة مفتوحة الشباب والناس سيتكاسلون، ليه ما نجمعهم على قيام مرتين في الأسبوع جماعة، مرتين في الأسبوع جماعة؟ فنقول هذا السبب موجود مثله في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس ممكن يتكاسل بعضهم فلا يعني جمعهم على إمام في جماعة يكون أنشط وأكثر حماس. نقول نعم. طيب هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود السبب نفسه؟ لا، إذن هو عمل غير مشروع. ولو رآه بعض الناس حسنا، ولو أنهم رأوا له فوائد، ولو رأوا له ميزات، فإنه يبقى عملا غير مشروع. كذلك أي نافلة أخرى، يعني لو مثلا قالوا ليش ما نسوي تحية مسجد جماعة، ليش ما نسوي صلاة ضحى جماعة، مثلا ناس في العمل كل يوم يجتمعون، قد يكون عسكريين ما عندهم شيء محدد مثلا في الصباح دوام، ليه ما نسوي ضحى صلاة ضحى جماعة؟ يجي واحد يقول يعني كل مرة مرتين ثلاثة الأسبوع مثلا نص ساعة ربع ساعة في الصباح من 9 إلى 9:30، ما في عندنا ناس عسكريين ما عندنا شيء جالسين في مقر العمل، ليش ما نسوي صلاة الضحى جماعة كل يوم ويتشجع الناس ويأتون ويتكاثرون؟ فنقول عمل غير مشروع. كان الداعي له والمقتضي موجودا أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعله، ولا شجع الناس على الصلاة بهذه الطريقة. إذن قضية إلزام الناس بطريقة غير مباشرة، إلزام الناس بطريقة غير مباشرة لجمعهم على إمام في غير رمضان عمل غير مشروع. وحتى في رمضان ليس إلزاما، لكن لأن الشارع شرع هذا صار أمرا مشروعا، ولو ما جمعهم عليها في رمضان ما شرع اجتماعهم عليها في رمضان. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه صلى الضحى جماعة في الصحيح
ما ثبت أنه صلى الضحى جماعة؟ جواب نعم، لكن هذا ما حصل منتظما، ولا أنه عليه الصلاة والسلام كرره منتظما، جعله مثلا قال كل أسبوع صلى الضحى، ولا كل حصل اتفاقا هكذا، زار شخص وصلى، قوموا وصلى بهم. إذن لو صلى الضحى الواحد مرة مرتين صلاها جماعة جائز، لكن أن يكون شيئا منتظما أو مجدولا متفاق عليه مسبق بتوافق كل أسبوع كل يوم كل يومين، هذا عمل غير مشروع. فالصلاة التي لا تسن لها الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك تجوز جماعة أحيانا، وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة فهو بدعة مكروهة. طيب، في غير رمضان الأفضل الانفراد ولا الاجتماع في قيام الليل؟ الانفراد. في قيام رمضان ما هو الأفضل؟ الاجتماع. ويشرع للنساء حضور قيام الليل في رمضان، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن كما تقدم. وقد جعل عمر على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة، وجعل علي على النساء عرفج الثقفي مرة. طبعا هذا في المسجد الواحد، متى كيف يطبق؟ إذا كان مسجد كبير ولا يشوش بعضهم على بعض، أما تضع جماعتين في ذات الوقت يسمع الرجال ويسمع النساء، هذا ما هذا فيه تشويش وإذهاب للخشوع. ولذلك إما أن يكون وقت صلاة الرجال غير وقت صلاة النساء، أو يكون في مسجد كبير لا يشوش بعضهم على بعض. ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم حدا معينا لقيام الليل من جهة القراءة، ما حد شيئا لا يتعدى بزيادة أو نقصان. فمرة قرأ يا أيها المزمل وهي 20 آية، ومرة قدر 50 آية قرأ. وكان يقول من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، وقال في حديث آخر ب200 آية يكتب من القانتين المخلصين. إذا صلى ب200 آية في ليلة يكتب من القانتين المخلصين. وهو عليه الصلاة والسلام في إحدى الليالي مرض وصلى ب7 طوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس ب11 ركعة في رمضان، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بال100 حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. وأيضا من الأشياء التي تختلف تؤثر في اختلاف طول الصلاة، من الأشياء التي تؤثر في عدد الآيات سرعة الأئمة، سرعة قراءة الإمام. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه دعا القراء في رمضان في عدة مساجد، حتى في عهد عمر في عدة مساجد دعا القراء في رمضان. عمر رتب المسألة مراعاة لأحوال الناس، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية، والبطيء 20 آية. فلو واحد جاء في ركعة في رمضان حذر بهم 30 آية، وواحد قرأ ترسلا 20 آية. طيب، عمر دعا القراء ورتب هذا، رتب هذا مع القراء. إذن عمر ماذا راعى في عدد الآيات؟ سرعة القراءة. لا ممكن واحد يأتي ويقوم
100 آية في يعني يقرأ يمكن 500 آية يقرأ في ساعة حذر مثلا، واحد يقرأ في ساعتين ترسلا، كما قلنا في عدد الركعات، فممكن واحد يصلي 11 ركعة في ساعة، واحد يصلي 23 في ساعة. المسألة تعتمد أيضا مراعاة أحوال الناس، سرعة القراءة وعدد الركعات. ولو صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء. طيب، ما هو وقت صلاة الليل بعد العشاء إلى الفجر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلوها، يعني الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طيب لو واحد صلى العشاء مع المغرب، مسافر مثلا جمع مغرب وعشاء، متى يصلي التراويح؟ الناس جمعوا المغرب والعشاء في رمضان، نزل مطر، وهذا وارد جدا أن يحصل هذه السنة، وارد جدا أن يحصل هذه السنة، ينزل مطر وقت المغرب ويجمع الناس المغرب مع العشاء، متى يصلون التراويح؟ من ناحية الجواز يجوز أن يصلوا بعد الصلاتين المجموعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت صلاة التراويح بين العشاء والفجر، فإذا صلوا العشاء جاز لهم أن يصلوا التراويح. من هذا من ناحية النظرية، لكن من الناحية العملية، لو جئت الناس أفطروا على تمرات وجاءوا للمسجد ونزل المطر وصليت المغرب ثم صليت العشاء ثم جمعت السنتين، يعني صليت سنة المغرب ركعتين سنة العشاء ركعتين، ثم بسم الله الله أكبر 11 ركعة أو أكثر ساعة، ماذا سيحصل؟ إذن هنا تأتي قضية الحكمة ومراعاة حال الناس. الإمام مسؤول، الإمام مسؤول عن مراعاة، الإمام هذا وضعه ليس فوضويا، وموضع الإمام مهم جدا، يراعي أحوال من خلفه. ليست الإمامة قضية شرفية يعني ومنصب فقط، الإمام جعل ليؤتم به ولكي تنتظم الأمور تنضبط، وعليه أن يراعي أحوال من وراءه. فماذا يفعل إذا رأى أنه ليس من المصلحة أن يفعل هذا؟ الناس لا يتحملونه، بل ربما شتموه يعني لو فعل ذلك، وربما تركوه، وربما نقصوا بعد كل ركعتين مشى نصف الحاضرين والنصف الباقي والنصف الباقي وهكذا. طيب نعود إلى المسألة، هل نجمع أو لا نجمع؟ هل أنت ستأتي بهم إلى المسجد مرة أخرى بعد غير المغرب؟ إذا كنت ستأتي بهم المسجد مرة أخرى غير المغرب لصلاة التراويح، إذا أتي بهم أيضا لصلاة العشاء؟ إذا كانوا سيأتون ويأتون، المشقة حاصلة حاصلة، يعني إذا كان وجدت المشقة، فإذا لا تجمع، لا تصلي بهم العشاء مع المغرب. يعني لو قلت أصلي المغرب والعشاء وأقول تعالوا على التراويح، تعالوا على التراويح، طيب إذا سيأتون مرة أخرى، إذا ماذا استفدنا من جمع المغرب مع العشاء؟ هنا سيأتون مرة أخرى، إذا لا تجمع. ولو كان وضع شديد، لو كان الوضع شديدا، صلي المغرب والعشاء كل واحد يصلي التراويح في بيته. وكنت قد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذا نزل المطر في رمضان في وقت المغرب، هل نجمع المغرب والعشاء والتراويح، أو نصلي المغرب والعشاء ثم نأتي بالتراويح فيما بعد، أو نصلي المغرب في وقته والعشاء والتراويح في وقت العشاء؟ اختار الثالث، إنه مدام لا يطيقون، يعني يصعب على الناس أن يصلي التراويح المغرب والعشاء وسنة المغرب سنة العشاء والتراويح، ف
فسيأتون للتراويح ويأتون، إذن لا يجمع، قال صلي المغرب فقط ويأتون للعشاء والتراويح. لو أطاقوا ذلك. ولكن لو كان الوضع شديد جدا، شديد جدا، يصلي المغرب والعشاء ثم ممكن يصلي التراويح خفيفة، وممكن يقول الناس إذا كانوا لا يطيقون الصلاة الآن كل واحد يصلي في بيته. نعم ممكن، ممكن يصلي بهم ثلاثا خمسا فقط، يصلي بهم ثلاثا خمسا فقط. أصلا بعض البلدان يصلي يسبح اسم ربك الأعلى 23 ركعة، كل ركعة آية. طبعا هذا أشبه به يعني العبث، لكن المقصود أن الإمام يراعي حال الناس، الإمام يراعي حال الناس. طيب إذا دار الأمر بين الصلاة في آخر الليل أو الصلاة في أول الليل، فالصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم الليل، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هب أن جماعة كانوا في السفر في رمضان، وهم أو في رحلة في استراحة، طيب ممكن يصلوا بعد العشاء التراويح، ممكن يصلوا قبل الفجر وهم نشيطون لذلك ولا يشق عليهم. جماعة مسجد قليلة كلهم قالوا للإمام: نريدك أن تصلي بنا التراويح في آخر الليل. قال: طيب ما عندي مانع. ماذا تريدون؟ قالوا: الساعة 2، الساعة 3، ولا مشقة عليهم. يصلون، ما المانع؟ يصلون، وصلاتهم في آخر الليل أفضل. لكن إذا كان الحال حال الناس بالنظر إلى الأعمال والنوبات، نوبات العمل والنساء والضعفاء وكبار السن، أنهم يشق عليهم جدا أن يقول تعالوا ساعة، تعالوا في آخر الليل، فعند ذلك يصلي بهم مراعاة لأحوالهم في أول الليل. طيب لو واحد قال: أنا عندي خياران، إما أن أصلي أول الليل جماعة أو أصلي آخر الليل منفرد. أنا ممكن ما أصلي جماعة في المسجد وأصلي أنا في بيتي في آخر الليل منفردا، ما هو الأفضل؟ الجواب: الأفضل الصلاة في جماعة، وسيحسب له قيام ليلة كاملة. الأفضل صلاة الجماعة في المسجد ولو في أول الليل، ولو أداها مع الإمام كاملة ولو في أول الليل، يحسب له قيام الليل كاملا، يحسب له قيام الليل كاملا. ينبغي الانتباه في مسألة، ينبغي الانتباه في مسألة الوتر. إذا صلى الإنسان 3 ركعات أن يراعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشبهوا بصلاة المغرب. فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر 3 من الخروج من هذه المشابهة، وهذا الخروج من مشابهة المغرب يكون بأمرين: الأول التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل، الثاني أن لا يقعد بين الشفع والوتر ويصلي 3 سردا بدون تشاهد أول. فإذا لو واحد قال: هذه صلاة الوتر، الأوتر بثلاث، أنا أصلي مثنى مثنى وأوتر بثلاث حسب السنة، أوتر بثلاث ما معناها؟ نقول: يشترط أن لا تتشبه بصلاة المغرب. طيب كيف ما أشبه صلاة المغرب؟ كيف لا أشبه بصلاة المغرب؟
نقول عندك أمرين، عندك أمران للتخلص من التشبه بصلاة المغرب. إما أن تسلم بعد الركعتين الشفع وتأتي بركعة منفصلة الوتر بتشهد وسلام آخر، وإما أن لا تجلس بعد ركعتين وتأتي بالثالثة مباشرة، وبذلك يكون عندك تشهد واحد وسلام واحد. وهذا في المنزلة أقل من الأول. الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني فعله عثمان رضي الله عنه، جائز أن يفعله الإنسان ثلاث وراء بعض. والأقوى والأفضل أن يسلم بعد الشفع وبعد الوتر. ومعروف أن السنة أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة. وله أن يضيف أحيانا في الركعة الأخيرة الوتر المعوذتين إلى سورة الإخلاص، فيقرأ في الركعة الأخيرة في الوتر قل يا أيها الكافر، فيقرأ في الركعة الأخيرة في الوتر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أحيانا له أن يثبت في السنة فعل ذلك. بل لو أنه قرأ في مرة من المرات لكي يعلم الناس يعني أنه ليس بواجب قراءة قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة، ما هو واجب، ممكن مرة من المرات يقرأ في الركعة الأخيرة بشيء مختلف تماما يعني عن قصار السور. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء آخر ركعة. فإذا فعله نادرا يعني الإمام لبيان أن للناس أنه لا يشترط يعني أن يكون الركعة الأخيرة لازم قل والله أحد حتى لا يفهموا أن ذلك واجب، ممكن مرة يقرأ بهم شيئا آخر غير قل والله أحد. وينبغي أن يراعي الناس أيضا، فالناس قد يكون الآن متعودين بفعل الأعمال والوظائف والمحلات أن الساعة الفلانية يطلع من الصلاة. الآن تعقدت الأمور من أول في القرية، خلاص إيش في بعد العشاء؟ إيش ما في شيء، ما في أعمال، ما كل واحد يأوي إلى بيته يعني. ما في الآن في المدن جو العمل وظروف العمل تتعقدت الأمور، وصار في نوبات ومحلات دوام ليلي ونهاري، فيحتاج الإمام كثيرا إلى قضية مراعاة أحوال الناس بأن يضبط لهم وقت الخروج. لو كان في قرية أو في مكان ريف أو في يصلي وحده معنا ربما تفاوت خروجه من الصلاة وانتهاؤه منها تفاوت، أراهم نشيطين طول، رآهم فيهم كسل قصر وهكذا. لكن أحيانا تضطر أنت في البلد إلى توحيد وقت خروجك من الصلاة، لأن الناس عندهم دوام وعندهم أعمال وعندهم محلات ويضبطون أمرهم على هذا، ولا يناسبهم مرة ساعتين ومرة ساعة ومرة نص ساعة ومرة ساعة وربع، يعني يحتاجون إلى 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 معرفة مثل انصراف مثلا. فكل رأينا الآن عدد من الأمثلة في قضية مراعاة الإمام لأحوال المأمومين. في الركعة الأخيرة طبعا سوف يوتر ويقنت في الوتر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع الطيب على هذا. لكن لو واحد قال ما هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي، يبدأ اللهم اهدني في من هديت وينتهي لا منجى منك إلا إليك. ولو الإمام أحيانا اقتصر عليه وركع ليعلمهم أن هذا سجد، يعلمهم أن هذا هو الذي ورد، لا بأس.
وينبغي على الأئمة مراعاة حاجة المسلمين في الدعاء وأحوال المسلمين في الدعاء. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم لعن الكفرة في قنوت قيام رمضان. وكذلك الدعاء للمسلمين. وجاء في حديث عبد الرحمن بن عبيد القاري: وكانوا يلعنون الكفرة في النفس، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، وألق عليهم رزك وعذابك إله الحق. ويدعو للمسلمين ويستغفر للمؤمنين. وكان إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ومسألته يقول: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. ثم يكبر ويهوي ساجدا. القنوت قبل الركوع وبعد الركوع كلاهما جائز، أفضل أن يكون بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. ويقول أيضا قبل السلام في آخر الوتر كما ثبت في السنة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا سلم من الوتر يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد بها صوته ويرفع بها في الثالثة. هل يمكن أن يقرأ؟ هل يمكن أن يصلي شيئا بعد الوتر؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ركعتين بعد الوتر وقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض قل يا أيها الكافرون، إذا زلزلت الأرض قل يا أيها الكافرون. طيب، سؤال: واحد يرى أن صلاة 11 ركعة أفضل، راح صلى مع إمام يصلي 23، هل الأفضل أن يغادر الصلاة، يغادر يعني يترك الإمام في وسط الصلاة مثلا، هل يقتصر معه على 11 ركعة، هل يجلس بعد العشاء يفوت 10 ثم يصلي 11 ركعة مع الإمام الباقية؟ فالجواب أن الأفضل الإتمام مع الإمام حتى ينصرف، ولو زاد على 11 ركعة، لأن الزيادة جائزة كما تقدم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولا شك أن التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل والأكثر أجرا مع إطالة الصلاة وتحسينها. ولكن إذا دار الأمر بين مفارقة الإمام لأجل العدد وبين موافقته إذا زاد، فالأفضل أن يوافقه للأحاديث المتقدمة أنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، كتب الله له قيام ليلة. طيب، لو قال: الآن الليل طويل، يعني 12 ساعة، وفي بعض البلدان الليل أطول يمكن يصل إلى 20 ساعة، يعني يقول صلاة التراويح مع الإمام والعشاء كله ساعة، وأنا متحمس أريد الزيادة، ما هو الأفضل؟ فبعض العلماء قال: يشفع وتره بركعة بعد الإمام ثم يقوم يصلي في الليل ما شاء ويوتر. والأفضل والله أعلم أنه لا، لأنه يسلم مع الإمام ثم يزيد في الليل مثنى مثنى ولا يعيد الوتر، يزيد في الليل مثنى مثنى. هذه الليالي، ليالي رمضان، ليست في الفضل سواء،
فالعشرة الأخيرة منها غير العشرين الأولى، وبعض ليالي العشرة الأخيرة ليست كبقية الليالي. ومما يدل على ميزة العشر الأخيرة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، طيب أنت إذا دخل العشر شكل العشر، الراء اللي في العشر هذه تحط عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة؟ إذا دخل العشر، هذا الآن أنا سكنتها لأجل السؤال. أيوه الأخ، إذا دخل العشر الراء إيش عليها؟ فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ ترى في اجتهادات عظيمة. دخل فعل ولا اسم ولا حرف؟ الآن السؤال الأخ، فعل هل يضاف الاسم إلى الفعل؟ هل مثلا تقول جاء محمد، جاء مضاف، محمد مضاف إليه؟ طيب أعرف جاء محمد، أيوه محمد فاعل. أعرف دخل العشر فاعل، فإذا سيكون مرفوعا. إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. المئزر، شد المئزر تهيأ وتشمر وجد في العبادة، وهذا من ألطف الكنايات في اعتزال النساء في العشر، اشتغالا بالعبادة. ومعنى ذلك الجد والزيادة والتفرغ للعبادة، لكن لا يعني تحريم اتيان النساء في العشر الأواخر. وبعض الناس يعتزل النساء ولا يصلي، يذهب في أودية أخرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة، أحيا ليلة وأيقظ أهله، فهو مع اشتغاله عن أهله وعدم إتيانه لأهله فإنه يقيمهم للصلاة ويوقظهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعني سبب عدم اتيانه أهله ما هو؟ اعتكافه، أنه يعتكف العشر الأواخر، فالمعتكف لا يأتي زوجته ويتفرغ للعبادة ويقبل على الله تعالى. يعني قضية الانقطاع للعبادة واردة في الإسلام، لكن فترات معينة محدودة مثل هذه العشر لفضلها، لأنه صيام بالنهار قيام بالليل وجد في العبادة واهتمام بتربية الأهل وتنشيط أصحاب البيت للقيام والحث من تحته من الأهل للصلاة والعبادة وهكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي هذه العشر بالاجتهاد في العمل، وكان يراعي هذه العشر بإيقاظ أهله فيها للصلاة والذكر، وكان يراعي هذه العشر بالاعتكاف فيها، وكان يراعي ليلة القدر ويحاول إصابتها لتتلمس هذه الليلة في ليالي العشر، وبالذات في الأوتار منها، في الأوتار من ليالي العشر. لماذا؟ نختم كلامنا في هذا الدرس بموضوع ليلة القدر التي سميت بليلة القدر لأجل أن مقادير الخلائق تكتب فيها وتنقل من اللوح المحفوظ،
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الرجل يرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وإنه لفي الأموات. يعني هذه السنة يرى الرجل يفرش الفرش ويزرع الزرع مكتوب في الأموات، منقول من اللوح المحفوظ بمقادير هذه السنة. نقل الله سمح للملائكة تنقل من اللوح المحفوظ مقادير هذه السنة لكي ينفذ، ومكتوب هذا في الأموات، هو يفرش ويزرع، هو مكتوب أنه سيموت في هذه السنة، فينقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة وتتبين المقادير للملائكة في هذه السنة في هذه الليلة. إذن في ليلة القدر تتبين للملائكة مقادير السنة مما يطلعهم الرب عليه لتنفيذ أمره عز وجل. وهذه الليلة ليلة القدر لها شرف وعظمة. والقدر طبعا ممكن يكون من التضييق أيضا، قدر عليه ولن نقدر عليه، يعني أنه ضيق عليه، قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه. فما معنى هذا بالنسبة ليلة القدر؟ لأن الأرض تضيق بالملائكة، الأرض تضيق بالملائكة. ممكن أيضا التضييق من الإخفاء، يحمل يدخل فيه إخفاء هذه الليلة وعدم تعيينها للعباد. وفي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، وتقدر المقادير وتكتب، لها قدر عند الله وشرف ومكانة عظيمة، ولذلك من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أنزل القرآن فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أكثر من عبادة 83 سنة. تتنزل الملائكة بأعداد كبيرة جدا، وحتى الروح عليه السلام يكثر التنزل والبركات والرحمة، والروح هو جبريل خصه بالذكر لشرفه. هذه ليلة سالمة سلام هي حتى مطلع الفجر، تكثر فيها السلام من الذنوب والعقوبات وأنواع والعذاب بفعل الطاعات. ويفرق فيها كل أمر حكيم، يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما فيها من الآجال والأرزاق، ويغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا، وهي شرف كبير، ولذلك تحريها فيه فضل. ومضى معنا كيف طول النبي عليه الصلاة والسلام في الأوتار 23 و25 و27. ممكن تكون في الأوتار لكن باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي. إذا كان رمضان 30 ممكن تكون ليالي الأشفاع، وإذا كان رمضان 29 ليالي الأوتار، لأنه قد جاء في بعض الروايات لالتمسوها لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. الرواية التي فيها لسبع يمضين، لخمس يمضين، إذا كان على قضية تم يمضين فخلاص، يعني ليلة 23 ليلة 27 ليلة 29. الشهر فردي الشهر زوجي باعتبار ما مضى واحد، لكن على رواية يبقينا لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. كيف تعرف ما بقي؟ إن الآن باقي 3 أيام، باقي 5 أيام، أنت ما تعرف الآن الشهر ينتهي 29 ولا 30. فإذا جئت إلى تطبيق رواية الصحيح لتاسعة تبقى لسابعة تبقى، كيف تعرف؟ ما هو ممكن تطلع إن إذا كان 30 يوم، إذا كان 30 يوم يطلع إذا قضية تبقى، إذا كان باقي 3 تطلع في الليالي الزوجية. ولذلك قال العلماء بتحريها في كل العشر شفعا ووترا، ولكن الأوتار آكد، وليلة 27 بالذات آكدها، و23 أيضا ورد فيها.
ولا لابن عباس أو لغيره استنباط يعني. إنها ليلة 27 والله أعلم بصحته. فقال إن الله خلق السماوات سبعا والأرضين سبعا وجعل الأيام سبعا وخلق الإنسان من سبع وجعل الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمال سبعا. ثبت عن ابن عباس. وكذلك استنبط بعضهم أنها ليلة 27 لأنها هي الكلمة 27 من سورة القدر يعني فيها، ولكن هذا ليس بدليل في الحقيقة دليلا شرعيا تحل حسابات بهذه الطريقة. فهي أو أكثر ما تكون ليلة 27، لكن ممكن تكون في غيرها. ولذلك قال العلماء أنها تتنقل، يكثر الإنسان فيها من الصلاة ودعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ويعتكف وتطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها كالطست حمراء ضعيفة، وليلتها طلقة لا حارة ولا باردة، طلقة لا حارة ولا باردة، وهي ليلة بلجة يعني مضيئة لا يرمى فيها بنجم. والعلامة الأساسية فيها لا تتبين إلا بعد انقضائها ليجتهد العباد. بقي لنا في هذا الكتاب درس القادم إن شاء الله، والدرس الأخير من بلوغ المرام، الدرس الأخير في هذا الشهر وهو الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. سننهي فيه الاعتكاف، كتاب باب الاعتكاف، وبهذا نصل إلى الحج، وبهذا نصل إلى الحج. وبعد الإجازة يعني في شوال نعود إن شاء الله إلى شرح أبواب كتاب بلوغ المرام كل خميس بمشيئة الله. فإذا درسنا الأخير في هذا الشهر، درسنا الأخير قبل رمضان الخميس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.